أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء مجموعة من البرامج التي تقدم لأول مرة بمناسبة اليوم الوطني 88، وعبر المواطنون عن مشاعرهم وحبهم لهذا الوطن. الله يعز الوطن ويديم على نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لنا ملكنا الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد سلمان، ونقول الوطن دمت شامخا يا وطن. الوطن والله صعب نختصر أي كلام، الوطن غالي ولا يوفيه الكلام، اللي يوفيه هو فعلنا وتكاتفنا مع بعض. أقدم تهنئة لوطني طبعا، وكل عام وطني بخير وبأمن وأمان. قدم المركز باقة من الفعاليات مثل الفلكلور الشعبي السعودي، ونخبة من الفنانين والأنشطة الموسيقية، وعرض الطائرات الهوائية الراقصة، بالإضافة إلى عرض ثلاثي الأبعاد الذي يكسو مبنى إثراء بالأخضر ويروي قصة الحضارة السعودية على إحدى أعظم 100 مبنى في العالم. بشرى العاهلي، الدمام.